بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحد يا كبير يا متكبر يا أحد يا أحد يا طاهر يا مطهر يا أحد يا أحد يا عالم يا حاكم يا أحد يا أحد يا قائم يا دائم يا أحد يا أحد يا ظاهر يا باطن يا أحد يا أحد يا هادي يا بادي يا أحد يا أحد يا دليل يا دليل يا أحد يا أحد يا مقيل يا منيل يا أحد يا أحد يا حنان يا منان يا أحد يا حكيم يا قديم يا أحد يا أحد يا حليم يا كريم يا أحد يا أحد يا مجيب يا رقيب يا أحد يا أحد يا مبيد يا ودود يا أحد يا أحد يا مدبر يا شديد يا أحد يا أحد يا جبار يا متكبر يا أحد يا أحد يا مهيمن يا عزيز يا أحد يا أحد يا ملك يا قدوس يا أحد يا أحد يا حي يا قيوم يا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله يا الله يا الله يا الله أسألك بحق من حقه عليك عظيم تصلي على محمد وآل محمد أن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك وأن تبسط علي ما حضرت من رزقك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع انك ذو الفضل العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفله تكبيرا أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا حول ولا قوة إلا بالله ويرزقه من حيث لا يحتسب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبا يا أحد يا كبير يا متكبر يا أحد يا أحد يا طاهر يا مطهر يا أحد يا أحد يا عالم يا حاكم يا أحد يا أحد يا يا ظاهر يا باطن يا أحد يا أحد يا هادي يا بادي يا أحد يا أحد يا دليل يا دليل يا أحد يا أحد يا مقيل يا منيل يا أحد يا أحد يا حنان يا منان يا أحد يا حكيم يا قديم يا أحد يا أحد يا حليم يا كريم يا أحد يا أحد يا مجيب يا رقيب يا أحد يا أحد يا مبيد يا ودود يا أحد يا أحد يا مدبر يا شديد يا أحد أحد يا جبار يا متكبر يا أحد يا أحد يا مهيمن يا عزيز يا أحد يا أحد يا ملك يا قدوس يا أحد يا أحد يا حي يا قيوم يا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله يا الله يا الله يا الله أسألك بحق من حقه عليك عظيم أن تصلي على محمد وآل محمد أن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك وأن تبسط علي ما حضرت من رزقك استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا خير المسؤولين ويا خير المرضين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع انك ذو الفضل العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا حول ولا قوة إلا بالله ويرزقه من حيث لا يحتسب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبا.